يلا حيهم حي الله ذا الوجيه. يا مرحبا مرحبا تراحب بالسيل والمطر. حي الله عشاق التراث وأهل الأصالة، والتراث أصالة وما يأتيه إلا أصيل. في ظل وجود المقومات التراثية والاجتماعية النابعة من بيئة المدن السعودية، أصبح معظمها مهيئا لأن يكون مقصدا سياحيا. فمن الفنون الشعبية في مدينة نجران إلى المعالم الأثرية في مدينة الطائف، مرورا بالقرى السياحية التراثية الممتدة في العديد من المدن السعودية، ننتهي هنا لنبدأ بمدينة جدة، والتي تعد الوجهة الأولى للسياحة الداخلية، فحظيت باهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية بوضع خطة استراتيجية تجعل من عروس البحر الأحمر وجهة سياحية بمستوى عالمي من خلال الحفاظ على المواقع الساحلية والتراثية للمدينة. وتؤكد الإحصائيات الأخيرة أن لجدة دورا سياحيا هاما في الاقتصاد السعودي، إذ تبلغ حصتها من السياحة الداخلية أكثر من 25%، ويشكل زوارها ثلاث فئات طبقا لغرض الزيارة، والتي تشمل السياح المحليين والحجاج والمعتمرين وغيرهم من الزوار من مختلف دول العالم. جدة في فرص كبيرة جدا أن تكون وجهة سياحية كبيرة جدا في عملية السياحة. الآن هي الوجهة السياحية الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية في استقطاب السعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية. مشكلتنا أنه إحنا دائما نجلد الذات، دائما نلاحظ انتقادات، ننتقد أنفسنا كثير ولا ننظر للإيجابيات. جدة ولله الحمد فيها إيجابيات كبيرة جدا، والدليل على ذلك أنه إحنا نستقبل سنويا أكثر من 5 مليون زائر وسائح بهدف السياحة والزيارة لجدة، هذا خلاف الحج والعمرة. نسبة الإشغال عندنا في الفنادق تتجاوز 78%، الوحدات السكنية تتجاوز 60-65% على مدار العام، وهذه نسب كبيرة جدا في ظل وجود الموسمية الكبيرة المقاتلة لدينا. هذه جميع المؤشرات تدل على وجود إقبال على جدة. نظرنا للتسوق في جدة، التسوق في جدة عندنا أكبر مراكز تسوق في المملكة وأكثرها تنوع، يعني أصبحت مراكز التسوق في جدة وفي المملكة ولله الحمد، ولكن في جدة متمثلة، أصبحت وجهة سياحية متكاملة. ممكن في المركز المجمع هذا تسكن في فندق 5 نجوم وتسوق وترفيه وما إلى ذلك، ونفس الطريقة الحمد لله جدة الآن يعني مقبلة 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 في 3 سنوات القادمة على قفزة نوعية، لا في المشاريع الاستراتيجية ولا في الطرق. مطار الملك عبد العزيز الآن يعني قطع مرحلة جدا ممتازة. ما يخفاك إنه المدن السعودية وصلت إلى مستوى والتطور الحمد لله، زي مدينة جدة، زي مدينة أبها، الطائف، مصايف، أيضا تنوع الطقس نفسه بين منطقة ومنطقة. يعني أنت مثلا في مدينة جدة اتوجهتي بسيارتك إلى الطائف خلال 1.5 ساعة يتغير عندك الودر تقريبا من 20 درجة إلى يصير 10 درجات. You can enjoy the two weathers. كمان في جدة أنت تقدري تستمتع بالرياضات البحرية، بالأنشطة البحرية، بالبرامج البحرية. أيضا تقدري حوالي 1/2 ساعة من هنا على طريق مكة أنت ممكن تستمتعي بالرياضة البرية اللي هي كامبينج، ممكن ساند سكيتينج، ممكن التطعيس، ممكن التخييم. أيضا التنوع الثقافي للمملكة، سواء في ثقافة المجتمع، سواء في الفلكلورات نفسها الشعبية الموجودة تختلف ما بين منطقة إلى منطقة، وهذا يساعد في تنوع برامج السياحة عندنا، ويساعد في تشجيع السائح الداخلي أنه يستمتع بالبرامج هذه. وتعرف السعودية باحتلالها المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد السائحين المتجهين إلى دول أوروبا، فأصبح السائح السعودي عنصرا مهما في الصناعة السياحية على مستوى دول أوروبا والعالم ككل، حيث تشير التقارير الأخيرة لمركز المعلومات والأبحاث السياحية إلى أن حجم إنفاق السعودية على السياحة الخارجية وصل إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال العام الماضي، أنفقها 4 ملايين سائح سعودي. دائما نتكلم أننا في دول الخليج منظومة واحدة تتكامل، وكل بلد منا لديه ما يميزه ولديه طبيعته الخاصة، ونحن كما ذكرت لك لا نتنافس في هذا المجال، وإنما نكمل
بعضنا البعض، فكل بلد منا له خصوصيته، ونسعى لوضع مركز المعلومات في قلب المنامة يتحدث عن جميع الأنشطة التي ربما لا يعلم بها الزائر. حين يكون هناك مركزا خاصا يخدم كل دول الخليج، وأن تكون هناك مكاتب للمنظمات السياحية في منطقة معينة توسع دائرة المعارف وتعرف بما يدور، نستطيع أن نقدم سياحة متكاملة وأن نحقق شأنا نطمح إليه في مجال السياحة الثقافية والسياحة بأشكالها كما ذكرت لك عبر فصول العام. نحن ما نريد سياحة زي سياحة الدول اللي قريبة منا، نحن نريد سياحة معتدلة، سياحة منتظمة، سياحة ثقافية، سياحة عائلية، وهذا النوع من السياحة ما هو موجود. كل العالم يركز على السياحات إنه من نوع آخر، نحن نركز على السياحة عائلية ثقافية تربوية تعليمية، وهي صعبة أنك تأتي بهذا الزخم، لأنه أكثر السياح اللي يأتون يجون على أسبوع 10 أيام ليس للثقافة، ليس للتعليم، ليس للتربية، يأتون للتمتع وما إلى ذلك في حاجات أخرى. إحنا سياحتنا سياحة غير، تختلف طابعها غير، لكن لابد نحن نحضر سياحتنا أيضا ونخليها جاذبة. عندنا مناطق جميلة جدا، عندنا في أبها مناطق جميلة، عندنا في الشمال في تبوك، عندنا في الرياض، عندنا في جدة، عندنا في الدمام منطقة شرقية، لكن نبغى نحن أيضا نطور سياحتنا ونخليها تعلو بالمستوى المطلوب، ومهما نبذل من جهد مبذول من قبل السياحة برضو يبقى لابد من المزيد والمزيد في هذه الأمور، وتطلع ماذا يريد المواطن العربي من ناحية السياحة، وكيف يعرف المواطن السعودي السياحة عشان نحن ندرج نستوفي منه كل ما هو مطلوب. والأشياء اللي أشوفها أنا حاليا موجودة هي استفتاءات عن الشعب، ماذا تريدون في السياحة، والكل يريد سياحة عائلية ثقافية تعليمية تنظيمية تربوية، وهذا هو الموضوع عندنا في المملكة العربية. أما السياحة الأخرى نوع آخر فإحنا لا نريده ولا نرغب وجوده في مملكتنا. الحقيقة هو مثل ما ذكر سمو الأمير سلطان بن سلمان، إحنا يعني 26 مليون سعودي، من المستحيل أن يستمروا في المملكة العربية السعودية السياحة. إن تحدثنا أيضا يعني السياحة هي أساسا عملية يعني طبيعية في الحياة، لابد الشخص يطلع برا ولابد يشوف يزور أكثر من منطقة، لكن التوجه الآن عندنا، إحنا عندنا الآن في جدة الحالة نستقبل 5 مليون عسير، المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، القصيم، لما نلاحظ نحصل يعني عشرات الملايين من السواح داخل المملكة العربية السعودية. إن تحدثنا بالمقارنة لا يضيرنا ولا نزعل من وجود السواح السعوديين في الدول العربية والغير العربية، لأن هذه سنة الحياة. لو نلاحظ الآن فرنسا أو أسبانيا اللي تعتبر هي يعني أكبر وجهات السياحية على مستوى العالم، الفرنسيين والأسبان وين يقضوا إجازاتهم؟ ما يقضوا إجازاتهم في فرنسا، يقضوا إجازاتهم برا البلد. فأعتقد في السياحة لما نتحدث عنها هي عملية تبادلية، وأعتقد أنه يعني إحنا أهدافنا في الهيئة العامة للسياحة والأثار هو زيادة التدفق السياحي على المدن، وبالتالي زيادة الحركة الاقتصادية. وحول مستقبل الاستثمار السياحي في السعودية، تشير التقديرات الاستراتيجية للسياحة الوطنية إلى أن حجم الاستثمارات السياحية في قطاعي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة سيصل إلى 100 مليار ريال خلال السنوات 5 المقبلة، إلى جانب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع والذي تقدر معدلاته بنسبة 30%. فكل هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد أن البيئة الاستثمارية في قطاع السياحة قائم على دعائم قوية من الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، وهو ما شجع المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب على التوجه باستثماراتهم السياحية إلى السعودية. هناك فرص عديدة وكبيرة في المملكة العربية السعودية، وأنا ذكرت قبل قليل الأمن والاستقرار والسياحة وجهان لعملة واحدة، والمملكة العربية السعودية ولله الحمد بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، نعيش ولله الحمد حالة من الاستقرار والأمن الذي نسعد به جميعا. والمملكة غنية بثرواتها الطبيعية، والمملكة عندما تولت الهيئة العامة للسياحة والآثار حصرت أكثر من 10,000 موقع تاريخي في جميع مناطق المملكة، ووضعت خطط واستراتيجيات للمملكة بشكل عام ولكل منطقة بشكل خاص، وأنشئ أيضا مجالس التنمية السياحية في كل منطقة برئاسة أمراء المناطق.
ومع وصول حجم سوق السياحة في السعودية إلى ما يقدر ب100 مليار ريال، أصبح التوظيف في قطاع السياحة هو الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في السعودية، حيث وصل إجمالي فرص العمل المباشر وغير المباشر التي وفرها قطاع السياحة بنهاية عام 2010 إلى أكثر من 738 ألف وظيفة، كان منها 490 ألف وظيفة بلغت نسبة المواطنين منها 26%، كما أن فرص الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة ستتزايد خلال الأعوام المقبلة بمعدل يقدر ب6% سنويا، لتبلغ في عام 2015 إلى أكثر من 900 ألف فرصة عمل للشباب السعودي. على مستوى العالم السياحة هي مركز المصدر الأول للوظائف، هناك وظائف بشكل مباشر ووظائف غير مباشرة. الوظائف اللي في الشكل مباشر تشغيل الفنادق، تشغيل المباشرة، تشغيل الوحدات السكن المفروشة، تشغيل وكالات السفر، تشغيل تنظيم الرحلات، تشغيل المرشدين السياحيين. الوظائف الغير مباشرة اللي نجدها الموردين للخدمات لهذه المواقع، يعني الفندق لا يمكن يقدم الخدمات للناس ما لم يكن لديه شركات تورد له الخدمة هذه. والقطاع السياحي لو تم تبنيه بشكل مباشر لحد بالكثير من البطالة في العالم العربي، والحكومات العربية بدأت تدعي وتدرك هذا الموضوع، والآن كما تشاهدين كثير من الحكومات العربية وضعت خطط واستراتيجيات، وهناك استراتيجية للسياحة العربية مشتركة لكافة الدول العربية، تسعى المنظمة من خلال جامعة الدول العربية ومجلس وزراء السياحة العرب على تطبيقها وتنفيذها، ومنها برامج للحد من الفقر، برامج للحد من البطالة.